اليوم تنتواجدوا بمستشفى القرب لبوسكورة لتتبع حالات الشفا المفلجة واللهات المفلجة واللي توافدوا علينا الحمد لله بكثرة في هذه المحطة. هذا العدد اللي وصلنا له هو 71 طفل اللي شفناهم يعني في الفحوصات ديالنا، الفحوصات اللي كيمروا بتسعود ديال المراحل، يعني كل واحد من هاد 71 استفد من 9 ديال الفحوصات، يعني العدد ديال فوق 630 فحوصات اللي تعملوا في هاد الحمله. فما يخص العدد اللي حنا برمجناه للعمليات ديالنا في هاد 3 ايام ديال العمليات هو 50 طفل اللي غادي يستافدوا، يمكن يتعدى هاد العدد لان مازال الناس كيتوافدوا علينا كل يوم وحنا مازال كنزيدوا عدد الفحوصات وعدد الناس اللي كيتوافدوا. هاد العمليه تيباشرها واحد الطاقم طبي من 8 جنسيات مختلفه وعلى راسهم المغرب الحبيب اللي هو كيتواجد بكثره من طرف المتطوعين ديالو اللي موجودين معنا في هذه الحمله. الرئيس الطبي لهذه الحمله هو مغربي وحنا كنفتخروا بهذه الرئاسه اللي كتكون من شاب مغربي الدكتور فهمي زكريا اللي معنا اللي هو تيتراس هذه الحمله هنا في مدينه الدار البيضاء بالبوسكورة. واش كاين شي تتبع بالعملية؟ هاد العمليات يعني ما تيجيوش وكيتخلقوا، العمليات عندهم واحد التتبع في المراكز ديالنا، لحقاش عندنا 3 المراكز، مركز في الدار البيضاء ومركز في الجديدة ومركز في وجدة، وإن شاء الله عن قريب غادي يكون مركز في مدينة مراكش. هاد التتبع تيبدا من اليوم الخامس، الزيادة ديال هاد الأطفال اللي كيتزادوا بعد التشوه الخلقي، كنتبعوهم في المراكز ديالنا باش كنديرو لهم دي زوبتوغاتور واحد لها ارتيفيسيال، كنديرو لهم لو نام نازال ادولور مودلين، وكنتبعوهم حتى كيوصلوا للسن ديال 6 شهور باش كيديروا العمليه الاولى ديالهم اللي هي الشنافه. من بعد كيتبعوهم حتى كيوصلوا ل 12 شهر باش كنديروا لهم سقف اللهات، وكيتشد هذاك سقف اللهات، ومن بعد كيكون واحد التتبع من طرف لي دونتيست ديالنا لي زورتودونتيست، يا ابخي دونك تيكون من طرف لي زورتوفونيست، من طرف لي بسيكولوج، من طرف لو ار ال، ومن طرف لي زورتودونتيست اونكور اون فوا اي لي شيرجيان ماكسيلو فاسيال في اخر المطاف. هادو هما المراحل اللي كيمر منهم المريض ديالنا او السيد المستفيد اللي تيكون عندنا، والحمد لله هاد العمليه ديالنا عمليه ناجحه. وحنا يعني هادي سنتين درنا واحد العمل كبير اللي هو غروند كونفيرونس في مدينه مراكش، واللي جاو ليها لي توب 10 ديال الجراحين اللي هما كانوا دي كونفيرونسي في هاد الكونفيرونس. وهاد الناس هما معروفين على الصعيد العالمي، وكانت الاستفاده كبيره بالنسبه للمغرب وماشي غير المغرب بوحدو، بالنسبه ل 35 دوله في العالم، يعني الناس اللي جاو عندنا باش يستافدوا من الخبرات ديال هاد الناس اللي كونفيرونسيين جاو من 35 دوله. فهذا شرف للجمعيه ديالنا وشيء تنفتخروا به، لان هذا النوع من لي كونفيرونس اول مره تتقوم به جمعيه في هذا الميدان. المحطه القادمه، المحطه القادمه ان شاء الله غتكون مدينه وجده في شهر يناير، وخير يكون البرد، حنا غادي نكونوا تما. الناس اللي غادي يجيو غنطلب منهم غير يحافظوا على وليداتهم من البرد، ما يجيبوهم شيء هما عندهم صدرهم اونكور غي، ما يجيبوهم شيء وهما ضاربهم البرد، يحافظوا عليهم من البرد، لحقاش الا كان عندهم مشكل ديال المضاعفات ما يمكنهمش يكونوا يستافدوا من الجراحه. فهذا هو الطلب ديالي بالنسبه للامهات اللي غادي يجيو باش يستافدوا من الحمله المقبله في محطه وجده ان شاء الله.